بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. اللهم اجعل هذه المجالس خالصة لوجهك الكريم، اللهم اجعلها في ميزان حسناتنا جميعا يوم نلقاك، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. هذه الحلقة الثالثة من سورة هود، بعد أن تكلمنا في الحلقتين السابقين السابقتين عن تفسير قوله تعالى ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله، يعطي كل إنسان ما يستحقه. وقل لهم أيها الرسول الكريم، إن تولوا أعرضوا عن دعوتك، قل لهم إني أخاف عليكم عذاب يوم كبير، إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. ثم صور القرآن أحوال المشركين فقال ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا من، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. بعد ذلك تحدث في السورة الكريمة عن مظاهر قدرة الله ووحدانيته، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها، مكان نومها في آخر النهار، ومستودعها، المكان الذي تموت فيه وتدفن فيه، كل من الرزق ومن الأجل في في كتاب مبين، هو اللوح المحفوظ. وهو سبحانه الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وقلنا أيام بمعنى أوقات، وكان عرشه على الماء، أي كان عرشه عز وجل قبل خلق السماوات والأرض ليس تحته شيء سوى الماء، ليبلوكم ليمتحنكم أيكم أحسن عملا. ولئن قلت أيها الرسول للمشركين إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. بتنتقل الآيات إلى حديث آخر. هؤلاء الذين إذا قال لهم الرسول الكريم آمنوا واتبعوا الحق، الله سيحاسبكم على أعمالكم يوم القيامة، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. إذا قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم اذكروا أن هناك جنة ونارا وستبعثون ونفق في الصور فإذا هم من الأجداث، الأجداث بمعنى القبور، إلى ربهم ينسلون، يعني يسرعون، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، ترد عليهم الملائكة هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. شوف تصوير القرآن لأهوال يوم القيامة. بعد ذلك القرآن يبين لنا كيف أن الشيطان والهوى عندما يستوليان على الإنسان، والغرور عندما يستولي على الإنسان يفقده رشدة، يفقده رشدة. فماذا قال القرآن بعد ذلك؟ استمعوا وتذوقوا القرآن الكريم، وتعلموا كيف القرآن يسوق العظات والعبر
يسوق العظات والعبر لكي تتعلم أنت كداعية إزاي إنك أنت ترشد الناس بأسلوب منطقي سليم. فيأتي القرآن ليقول لك انظر إلى أولئك الذين إذا قال لهم الرسول آمنوا يقولوا لا هذا سحر مبين. طب آمنوا بأن يوم القيامة حق يقولوا لا هذا سحر مبين. ويقول الكافر يا ليتني كنت إيه تراب. يأتي الآيات بعد ذلك لتقول ثم بين سبحانه بعد ذلك لونا من ألوان غرور المشركين. غرور. ودايما العقلاء يقولون ما وجد الغرور عند إنسان إلا وفقد رشده. الرئيس، المرؤوس، العامل، الزارع، الطالب، الأستاذ، الشيخ، المدرس، الطالب، إذا وجد عنده الغرور فقد رشده. إن كان شيخ وظن إنه هو لما بيدي الدرس ده يعني ما فيش غيره يبقى على طول يسقط. إذا كان طالب ويجي تقول له ذاكر يقول له ده أنا مذاكر ده أنا عرفت العلم كله. أهو أول الفشل. أول الفشل. شوف الإمام أحمد بن حنبل ماذا قال وهو يودع الدنيا في آخر حياته يعني آخر يوم كده وماسك الكتاب كده قالوا له طول يعني شوية ده أنت مش قادر تتكلم. قال لهم مع المحضرة إلى المقبرة. مدام أنا عندي نفس لازم نبص في الكتاب ولازم نتعلم ولازم نقرأ مع المحضرة إلى إيه المقبرة. مش زي اللي هو عارف له كلمتين لا 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 لا. العلم لا ساحل له. وانا لما نبص واللي جيكم انتوا واللي جي انتوا ما تمثلوش من اللي سكان اللي قاعدين في المدينة اللي قدامي مثلا 20% والثمانين دول ايه اللي صارفهم عن العلم؟ الغرور. الغرور. ولذلك انا انصح كل واحد من بلد يجيب معاه زميله يتعلم لكل اللي احنا بنقعدها ساعة او ساعة ونص. طيب والباقي اديك اذا الغرور هو الذي يصرف الناس عن العلم ويصرف الناس عن الخير ويصرف الناس عن التقوى ويصرف الناس عن كل الفضائل. هنا الآيات بتصور غرور المشركين. فماذا قالت؟ ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه. شوف انظر الغرور وصل الى ايه. لا يقولون ايه ما يحبسه. الا يوم يأتيهم ليس ايه مصروفا عنه وحاق بهم ما كانوا به ايه يستهزئون. ثم يقول سبحانه ولئن اذقنا الانسان منا رحمة ثم نزعناها منه انه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. شوف التصوير النفسي التصوير القرآني للنفس الإنسانية للنفس إيه الإنسانية. الرسول قبل ذلك يقول لهؤلاء المشركين اعملوا ليوم القيامة واخلصوا لله في العبادة وانكم مبعوثون من بعد الموت. يرد على الرسول يقولوا ايه؟ لا يقولن الذين كفروا ان هذا الا سحر. يعني هذا الذي تحدثنا عنه ايها الرسول الكريم ده سحر مبين واضح لا فيه بحث ولا فيه حساب ولا ايه. زي ما قالوا في سورة اخرى اذا كنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون خلقا جديدا. فيرد القرآن قل كونوا حجارة او حديدا
أو خلقا مما يقبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك يرفعون فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل لهم قل عسى أن يكون قريبا يوم إيه فتستجيبون بحمد وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. الإجابات هنا القرآن ولئن أخرنا عنهم يعني عن هؤلاء المشركين العذاب ولئن أخرنا عنهم العذاب ورد العذاب هنا العذاب ايه يا اخوانا الدنيوي يعني رزقناهم من الطيبات الرسول بيقول لهم بأنكم انتم إذا ما فعلتم الخير وأخلصتم لله زادكم الله من الخير هم شايفين الخير موجود الزراعة بتخرج وكذا وكذا ولئن أخرنا عنهم العذاب يعني العذاب ايه الدنيوي مش العذاب الأخروي العذاب الدنيوي بأن أعطيناهم الصحة وأعطيناهم المال إلى أمة معدودة أمة هنا بمعنى ايه يا اخوانا إلى وقت أمة هنا بمعنى ايه وقت معدودة يعني محددة يعني إلى أيام معدودة ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة لفظ أمة يا أخوانا لديه إطلاقات يمكن له 10 إطلاقات أحيانا يطلق لفظ أمة على الجماعة وجد ولما ورد ماء مدين وجد عليه إيه أمة من الناس يسقوا أمة بمعنى إيه جماعة احيانا انه كلمة امة تطلق على الرجل الجامع للفضائل ان ابراهيم كان امة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين احيانا يطلق لفظ امة على الدين ان وجدنا اباءنا على امة يعني على دين وان على اثارهم مقتدون احيانا يطلق الامة على الزمن الزمان وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة يعني وتذكر بعد نسيان هذه أمة المراد بأمة هنا يعني إلى وقت آخر ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة يعني إلى أزمنة وأوقات معلومة ليقولن فيما بينهم ما يحبسهم ما الذي منع ايه العذاب عن ان ينزل بنا ما هو يقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين شوف بيتعجلوا الايات التي سبقت ان فسرناها في سورة الانفال واذ قالوا اللهم ان كان هذا هو الحق ايه من عندك فامطر علينا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب اليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه رحمة من الله سبحانه وتعالى شوف بيتعجل العذاب هل رأيتم غباء أشد من هذا الغباء ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة يعني إلى زمان أو أزمنة وأوقات معينة ليقولن ما يحبسه ما الذي منع نزول العذاب عنا فيرد القرآن عليه ألا يوم يأتيه أي ألا يوم يأتيهم العذاب والعياذ بالله ليس إيه مصروفا عنهم لن يمنعه مانع لن يمنعه مانع ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيه إيمانهم ولا هم ينظرون ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم يعني ونزل بهم ما كانوا به ايه يستهزئون كانوا يستهزئون في حياتهم بمن يقول لهم بوحدانية الله بمن يقول لهم بأن القرآن حق بمن يقول لهم بأن المؤمنين على صواب لا إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين
ألا يوم يأتيهم ليس يوم يأتيهم اللي هو إيه؟ العذاب ليس إيه؟ مصروفا عنهم، يعني لن يصرف عنهم، لن يمنع عنهم، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ثم تصوير آخر لبعض الناس، ولئن أذقنا الإنسان، الإنسان هنا اسم جنس، اسم إيه؟ جنس، يشمل المسلم وغير المسلم، بس المسلم الصادق في إسلامه عند النعمة يشكر، وعند البلاء إيه؟ يصبر، فهو في كل الأحوال بين الشكر وبين الصبر. لكن غير المسلم أو غير العاقل تراه عند النعمة يجحد، وعند المصيبة إيه؟ ينهار. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة، مثل إيه؟ كلام على الرحمة الدنيوية، مثل الصحة والرزق والمال والعقل والنجاح والرزق الواسع. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة، أي نعمة وفضلا، ثم نزعناها منه، نزعنا منه هذه النعمة، كان النهاردة سليم بكرة أصبح إيه؟ مريض. كان النهاردة معاه مال بكرة نقص إيه؟ المال. ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. طب ما أنت كنت كويس، ما كان معاه، لا ده هو عاوز على طول، عاوز على طول، لا. فعندما تصيبه بيأتيه الخير ده جاحد وما تعرفش تكلمه، لكن والعياذ بالله عندما تصيبه المصيبة يئوس ويزداد والعياذ بالله بعدا عن الخالق عز وجل. إنه ليئوس كفور، يعني شديد اليأس وشديد الجحود لنعم الله. إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء من بعد ضراء مسته، هو كان امبارح في شقاء او في تعب او في مرض او في فقر، جات له النعمة، يبقى ينسى ايه؟ امس، ينسى امس، ويقول ده زي ما قال قارون انما اوتيته على علم، ما يقولش ان ربنا فرجه، لا. ولئن اذقناه اللي هو الانسان الجاحد نعماء يعني نعمة من بعد ضراء، يعني من بعد مصيبة نزلت به مسته أصابته في الحالة دي، ما يقولش الحمد لله والشكر، ليقولن ذهب السيئات عني، وينسب لنفسه أكثر من هذا، إنه لفرح فخور. فرح، ليس المراد بالفرح هنا الفرح الذي يعني شرعه الله، لا، ده فرح هنا بمعنى بطر والغرور، وفخور يعني يتفاخر ويقول ما قاله قارون، ده هذه النعمة التي جاءتني، ده بجدي واجتهادي وعرقي وكذا وكذا وكذا. هذا ما يقوله الإنسان الذي استحوذ عليه الشيطان. أما الإنسان الذي عرف حق الله وعرف حق الناس وعرف أن كل شيء إنما هو بعطاء الله، وأنه هو بذل جهده من أجل الحصول على الخير، ولكن هذا الذي بذله هو أيضا من فضل الله ومن نعم الله، ويقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هذا الإنسان جاء الاستثناء، وتعلموا دايما القرآن، دايما القرآن لا يعمم في الأحكام. ما تجيش تقول لي الناس كلهم عقلاء أو الناس كلهم سفهاء، لا، دايما القرآن يحترس. اهو هذا انسان اذا اعطى النعمة فجر، لكن يأتي في الاخر القرآن يقول الا الذين امنوا وعملوا
الصالحات فإنهم ليسوا من هذا النوع، وإنما الذين آمنوا وعملوا الصالحات عند النعماء يشكرون وعند المصيبة إيه؟ يصبرون. أدي معنى قوله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. كأن سائلا سأل وقال ما جزاؤهم؟ ما ثوابهم؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات ما ثوابهم؟ يرد عليك القرآن ويقول أولئك، اسم الإشارة، اسم ايه؟ الإشارة. أولئك اسم الإشارة رجع لمين؟ للذين صبروا وعملوا الصالحات، أولئك لهم ايه؟ مغفرة. مغفرة بالتنكير والتنوين، يعني مغفرة واسعة لا يعلمها إلا الله. أولئك لهم مغفرة، يعني مغفرة واسعة لا يعلم حدودها إلا مين؟ إلا الله. ومش كده وبس، وأجر إيه؟ إلى جانب المغفرة أجر كبير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من الذين صبروا وعملوا الصالحات. اللهم اجعلنا جميعا من الذين صبروا وعملوا الصالحات، وارزقنا يا مولانا المغفرة والأجر الكبير، إنك على ما تشاء قدير. نعم المولى ونعم النصير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.